في تجمع ثقافي وفكري رفيع ووسط حضور من الكتاب والإعلاميين، عرفت مدينة سلا تنظيم لقاء لتقديم وتوقيع رواية للكاتبة والصحفية المغربية بهاء الطرابلسي. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من نادي التنشيط العلمي والثقافي لجمعية أبي رقراق خصص لتقديم الكاتبة لروايتها حوار سعيد مع صديق ميت، رواية تجمع بين الأدب والديستوبيا وتعد جزءا من البحث الوجودي ورحلة روحية تتجاوز الحدود العلمية. الرواية تحكي قصة امرأة من القرن 21، امرأة حريصة على التحكم في كل جوانب حياتها، امرأة تعتقد أن الإرادة والعزيمة تكفيان للنجاح، إلى أن يأتي يوم وتعيش خلاله هذه الشخصية الرئيسية تجربة بين الحياة والموت، تجربة ستؤدي بها إلى اتخاذ مسارات غير متوقعة وإلى الدخول في رحلة من البحث الروحي والوجودي. وحصلت بهاء المزدادة بالرباط والحاصلة على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة إكسون بروفانس الفرنسية على مجموعة من الجوائز، من بينها جائزة العاج للأدب الإفريقي المكتوب باللغة الفرنسية عن روايتها حدثوني عن الحب سنة 2014، وجائزة سوفيتال تور بلانش الأدبية سنة 2017 عن روايتها كرسي البواب.